Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan, artinya tidak diragukan lagi tentangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha, walakinna aktsaran nasi la yu'minun. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين Katakanlah, sesungguhnya aku dilarang menyembah sesembahan yang kalian seru, yang kalian sembah selain Allah, yakni bukti-bukti tauhid dari Rabbku, dan aku diperintahkan supaya tunduk patuh kepada Rabb semesta alam.